نروح لخبر مهم جدا من شركة مايكروسوفت. الخبر بيقول مايكروسوفت تبدأ بطرح أكبر تغيير في أوفيس منذ عقود. قريبا هيحصل التغيير الأكبر اللي طرد على مستندات أوفيس، أو طبعا برنامج أوفيس كلنا عاملينه عارفينه آسف، اللي موجود في أجهزة الكمبيوتر بتاعتنا. هيحصل تغيير كبير قوي عملها شركة مايكروسوفت، أكبر حاجة عملتها من عشرات السنين. اللي هيحصل إنه بقى فيه فريم ورك جديد اسمه فلويد. فلويد معناه سوائل، يعني كأنه زي المية، مش المية لكن كل السوائل. الإطار الجديد ده الخاص بشركة مايكروسوفت هيتضاف إلى التايمز والأوتلوك والوان نوت والوايت بورد. اللي حصل إيه؟ إنه شركة مايكروسوفت كشفت عن الفلويد دي أو نظام الفلويد ده المرة الأولى في العام الماضي، وأوضحت إلى إنه هيسمح إطار العمل ده أو الفريم ورك ده لتكتل من محتوى أوفيس بالوجود بشكل مستقل على الويب. هو دلوقتي عاملين الأوفيس بقى أونلاين، بقى على الويب، تقدر تعمل الأوفيس بتاعك كله، كل البرامج على الويب. لكن الجديد هنا إن الفكرة دلوقتي بقت واقع. إيه القصة؟ إنك تعمل محتوى تعاوني تشاركي، تقدر تنسخ وتلصق وتشاركه مع الآخرين. الفريم ورك ده وضع مختلف خالص، بدل ما تستخدم الأدوات التقليدية زي الجداول والرسوم البيانية والقوائم الثابتة واللي مرتبطة بمستندات معينة، كل ده ممكن تحط جوه النظام الفلويد ده. يعني كأنك أوفيس ده ترمى وبقى في حاجة جديدة. متخيلين؟ مش عارف فاهمكم قصدي ولا لا. مكونات الفلويد الجديدة دي تعتبر زي ما قلت لكم وحدات تعاونية، إن الناس تشتغل في ملفات في نفس الوقت وموجودة عبر تطبيقات مختلفة. اللي هيبدأ يحصل انه هتبدا المكونات دي في الظهور في مايكروسوفت تايمز الاول، سوري مايكروسوفت تيمز الاول في الصيف ده، بعدها هيتم تضمينها في الاجتماعات والمحادثات. كل ده هياتي بالتزامن مع اطلاق الفلويد، مع عوده الموظفين لمكاتبهم المفترضه وظهور تجربه العمل الجديده المتوقعه. يعتبر اللي انشاته مايكروسوفت باستخدام فلويد ده هو اكبر تغيير زي ما قلت لكم في الاوفيس من عقود، من عشرات السنين، في حين انه فلويد بدا وكانه مفهوم مستقبلي خلال الكشف عنه في العام الماضي، لكن انه بالفعل تم اطلاقه الاسبوع الماضي ده، وده بيسلط الضوء قد ايه التغيير اللي ممكن يحصل. ممكن تبقوا مش مستوعبين انا اللي انا بقوله قوي، لكن الناس اللي بتشتغل في الشركات لو استخدموا الفلويد هيلاقوا القصه اتحولت خالص. بدل ما هي برامج موجوده على اجهزتك هتستخدم اونلاين، وفي نفس الوقت تقدر تشارك واثنين يشتغلوا في ملف واحد، حاجه زي الجوجل دوكس كده بس اكثر تطورا بشكل كبير قوي.